يسعد صباحك ليلى. صباحك، كيفك اليوم؟ صباح الخير، يسعد اوقاتك. رواء اليوم؟ رواء الحمد لله. دائما ان شاء الله يا سلوما. وصباح الخير لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا. نهار جديد، يا رب يحملكم كل الخير، الصحه والسعاده وراحه البال. والسعاده الحقيقيه انه نعيش ونحن راضيين عن الشيء اللي حققناه بحياتنا، على الشيء اللي نحن انجزناه بحياتنا، ونعلم دائما انه رب العالمين ما بيضيع جهد حدا، ودائما نحن من الصعوبات من التحديات اللي بتمرق معنا بحياتنا نجعلها جسر نعبر فيه للاعلى. دائما العقبات اللي بنواجهها بحياتنا، الفشل، يمكن تأخير أشياء ما قدرنا نحققها فورا، يمكن هذا الشيء بيكون خير من رب العالمين لإلنا. لازم ما نستسلم، لأنه هذا الشيء أكيد لما بنستثمر هاي الشغلات السلبية اللي بتصير معنا ناخدها من ناحية إيجابية، نحاول نتحدى كل الظروف اللي بتصير معنا لحتى نوصل لأهدافنا. صباح السعادة لكم مشاهدينا. مشوارنا الصباحي بلش بالعديد من المواضيع المتنوعة، اليوم رح نناقشها مع ضيوفنا الاختصاصيين. وبدي أرجع صبح عليك يا سلوم. يسعد صباحك عن جديد ليلى، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. طبعا اليوم نهاية الأسبوع ورح يكون معنا محطات عديدة منا الاجتماعي ومنا أيضا يلي بيخص الحساب الذهني وغيرها من المواضيع، وجولة بين المحافظات السورية وبعض المعلومات الغريبة والجديدة بتقاريرنا المميزة. ولكن بالبداية خلينا نصبح عليكم بغنية ونبدأ فقراتنا لليوم. أما هلأ خلونا نبدأ نهارنا لنتعرف على معلومات جديدة ضمن فقرة هل تعلم؟ نتابع سوا. هل تعلم أن أحد أسباب الهيبة قلة الكلام، وأحد أسباب الجمال كثرة الابتسامة؟ أي كلما نقص كلام الشخص ارتفعت هيبته داخل مجتمعه، في حين كلما كثرت ابتسامته زاد جماله فيزيولوجياً. وبالتوازي مع ذلك، هاتين الصفتين يتحلى بهما دوماً الإنسان الواقعي والعملي الواثق من نفسه. وهل تعلم أن قدرتك على الرد بسرعة على الأسئلة الغبية بشكل ساخر يعني أن دماغك يعمل بشكل جيد؟ وهناك احتمال كبير بأنك لن تصاب بالخرف، فالرد على الكلام الغبي خلال ثوان فقط بشكل مضحك يعكس قدرات دماغك على التحليل والاستنتاج بسرعة، كما أن ذلك مفيد صحياً. وهل تعلم أن بعض الأشخاص مدمنون على إلقاء النكت وإثارة الفكاهة والدعابة بشكل مستمر؟ وهؤلاء يرجح أن النصف الأيمن من دماغهم مختلف عن أدمغة باقي البشر، وتحديداً على مستوى الكرة المخية، وهذا الاختلاف يجعلهم يميلون للسعادة والضحك والتسلية دائماً. وهل تعلم أن نفسياً المرأة تستطيع إخفاء حزنها لمدة أسبوعين على الأقل، لكنها لا تستطيع إخفاء فرحتها وسعادتها لمدة أكثر من ساعة؟ فالمرأة بطبيعتها البيولوجية إذا كانت تعيسة تظل ساكتة طوال الوقت ولا تنطق بكلمة، أما إذا كانت سعيدة قد لا تتوقف عن الكلام ولو عشوائياً. وهل تعلم إذا خصصت 4 ساعات فقط يومياً للعمل على شيء تريد تحقيقه غالباً ستصل لأهدافك في مدة وجيزة بشكل قد لا تتوقعه؟ فالقواعد السيكولوجية تؤكد أن قضاء 4 ساعات من العمل اليومي الجاد كفيلة بتحقيق نتائج مبهرة حتى مع المسائل والأمور المعقدة جداً. في معلومات كثير كنت يعني عجبتك تحت الهواء. عجبتني انه المرأة بتقدر تخفي حزنها لمدة اسبوعين، بتقدري انت تعملي هيك؟ والله انا بشك بالمعلومة اذا بتقدر، واذا خبت حزنها بده يكون العواقب وخيمة بس تظهرها اكيد. صحيح، هي فروقات فردية، كل واحد بترجع على كل طبيعة كل شخص. صحيح، لا يبعد الحزن عن الجميع ان كان نساء ولا رجال، ودائما هيك يكون الناس اوقاتهم رايقة، ما في شيء مستاهل مثل ما بيقولوا. اما هلا رح نرجع بالتاريخ ونقلب. اليوم 11 تموز، أحداث كتير تسجلت بصفحة التاريخ وشكلت حكاية اليوم، خلينا نتابعها.
كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة نسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 11 تموز، خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1811، عالم الفيزياء الإيطالي أميديو أفوغادرو ينشر أبحاثه حول الهيكل المولي للغاز. وبعام 1921، استقلال منغوليا عن الصين. بعام 1927، وقوع زلزال مركزه شمال البحر الميت ألحق أضراراً في القدس ونابلس وأريحة والرملة وأدى لمقتل 285 شخصاً. في عام 1979، عودة سفينة الفضاء سكايلاب الأمريكية إلى كوكب الأرض. وبعام 1982، تتويج المنتخب الإيطالي بكأس العالم لكرة القدم لثالث مرة بتاريخه بعد فوزه على المنتخب الألماني في المباراة النهائية. وبعام 1987، الأمم المتحدة تعلن أن عدد سكان الكرة الأرضية بلغ 5 مليارات نسمة، وذلك حسب تقديراتها. وبعام 2018، علماء يكتشفون أدوات حجرية يعود تاريخها لمليوني سنة في موقع شانغشن الأثري في الصين، وهي أقدم دليل على وجود أشباه البشر خارج أفريقيا. وهاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات يلي كان إلها بصمة مميزة. بعام 1916، ألكسندر بروخوف، عالم فيزياء روسي وحاصل على جائزة نوبل للفيزياء بعام 1964 عن أبحاثه الرائدة في ابتكار الليزر والماسر. من الشخصيات يلي شهدها اليوم على تاريخ وفاته، بعام 2013، الفنان السوري نضال سيجري. يا صباح الخير لكم عن جديد مشاهدينا، وهلا وصلنا لأول فقراتنا لليوم لنحكي فيها عن فقرة كتير مهمة بحياة أطفالنا، الحساب الذهني. من الأمور اللي بيسعى الأهل دائما لتعزيز المهارات عند الأطفال، قديش بتساعد على تنمية قدراتهم العقلية، قديش بتساعدهم على التصور الذهني، وأيضا سلمى على الخيال اليوم. صحيح يا ليلى، والحساب الذهني مو بس مثل ما نحن بنعرف نفكر انه هو قدرات ومهارات بالرياضيات او العمليات الحسابيه، ولكن الحساب الذهني اكثر من هيك بكثير، لانه هو طرائق تفكير، هو محاكاه علميه، هو كمان بوابه للخيال للطفل، وغيره كثير من التفاصيل يلي ممكن يكتسبها مع الوقت من خلال تعلمه الحساب الذهني. هالمقدره العقليه اللي ممكن تتطور لتصير وتوصل ب أطفالنا طبعا أماكن أعلى بكتير. خلينا نتعرف أكثر على الحساب الذهني وغيره من التفاصيل مع ضيفتنا بالاستوديو، مدربة للحساب الذهني الدكتورة تغريد زودة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلين، صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. كلياتنا بنعرف أنه أو عندنا الفكرة العامة عن الحساب الذهني أنه هو فقط اليوم تعليم على الحساب، على العمليات الحسابية للأطفال، لكن يمكن هو فيه كتير من المهارات بتساعد الطفل على القدرات العقلية، يمكن بتفيده لمراحل عمره بكل مراحل حياته، بتساعده على التصور الذهني، يمكن كمان بتنشط الذاكرة. خلينا نحكي أكثر عن هاي الناحية. نعم، هلأ الحساب الذهني هو نوع من الحساب الذي يقوم به الدماغ بشكل منفرد بدون أي أداة، لا بدون قلم ولا ورقة ولا أي جهاز إلكتروني، فقط يعتمد على القدرات الذهنية. هذه القدرات الذهنية كيف يمكن أن ننميها من العمر الصغير؟ عن طريق الكثير من العمليات بشكل تتابعي، منها ينشط الذاكرة، منها يقوي الانتباه، منها يقوي الذاكرة البصرية للطفل. كل ذلك إذا قمنا به بشكل ممنهج نحصل على ذاكرة قوية، مخزون قادر، يصبح فيها الطفل قادر على تخزين المعلومة ومعالجتها والمحافظة عليها وطرحها عند الحاجة لذلك. طيب دكتورة، خلينا نبلش نحكي اليوم، من أمتى أو من أي عمر ممكن يتعلم الأطفال الحساب الذهني؟ وهذا سؤال بيخطر ببال كثير من الأهل، وبالمسابقات الأخيرة كنا نشوف أعمار مختلفة يعني. نعم، هلأ يبدأ أصغر عمر بالحساب الذهني هو 4 سنوات ويستمر حتى 12 سنة وأكثر، 16 سنة. بس أنا حابة أقول شغلة، أنه نحن مع أطفالنا الصغار بالسن بالبيت، أنت كوالدة أو كمعلمة حضانة مروضة، يمكنك العمل مع الأطفال من أعمار صغيرة من خلال ملاحظة الأشياء.
يعني ممكن اني انا اجي مع ابني على عياده دكتور الاسنان قل له كم لوحه كانت على الجدار، ممكن اني انا اكون ماشيه بالطريق قل له لابني كم سياره حمراء موجوده بالطريق. هذا كلياته انا شو عم حفز؟ عم حفز عمليات الدماغ وعم نشطها وعم قوي عنده الذاكره. مع الوقت انت بتشوفي انه عنده قدره عاليه على الانتباه، عنده قدره عاليه على التركيز. هي القدره العاليه على الانتباه وعلى التركيز هي الارضيه او القاعده التي سيبنى عليها مستقبلا البناء الاكاديمي، يعني سيحصل على درجات عليا خلال التعليم. ليش؟ لانه عنده قدره عاليه على الانتباه، قدره عاليه على التذكر، قدره عاليه على الحفظ. هذا كله رح يشتغل مستقبلا بالتدريس بالدراسه. يعني تماما اكيد رح نتوسع ونحكي اكثر عن دور الاهل بتعزيز هاي المهارات كمان عند الطفل، الدور الكبير اكيد بالبدايه للاهل. خلينا نحكي شو هي الاستراتيجيات الحساب الذهني اللي يمكن تعليمه. نعم، هلا هو الحساب الذهني عباره عن مستويات، هذه المستويات بكل مستوى تقوم المدربه بطرح ادواتها ووسائلها وقوانين ومبادئ كل مستوى وتطور بالمستوى الذي يليه. يعني اول مستوى هو عندنا بالنسبه لنا هو انك انت تعلمي الطفل على اول شيء جلوس السليم، الجلسة الصحية، بعدين بتعرفيه على الأباكوس مثلا كبداية، حفظ الأباكوس، بعدين تخيل هذا الأباكوس، رسم هذا الأباكوس، وبعدها ننتقل إلى مراحل الخيال، إلى مراحل الأصابع، بعدها ننتقل إلى المراحل الأخرى. ولكن في كل مستوى تطور المدربة عملها بما يتناسب مع المستوى حتى تستطيع إيصال المعلومة، وحتى يصبح الطفل قادر على أن يصل إلى الخيال بالجمع أو الطرح أو القسمة أو الضرب أو الجذور وإلى آخره. طيب دكتورة تغريد، خلينا نحكي شوي. اليوم حضرتك قلتي أنه بيبلش الأهل ممكن بالبيت وأيضا المدربة، يعني هو أمر مقرون خلينا نقول بالأهل وبالمدربة، ما بيصير الأهل لوحدهم فيهم يبلشوا هن لحالهم، ولا لا لازم يبلش معهم المدرب مختص بالبداية؟ هل توصلي لمسابقات انت وتوصلي لمستوى متقدم يجب التعاون بين الأهل والمدربة. طبعا انا ام ومدربة، فانا اكيد اشتغلت على اطفالي حكما، يعني اشتغلت على اطفالي. هي حالة استثنائية. نعم، بس حتى في اهل مهتمين عليها الاهل. نعم، اكيد. بس في اهل مهتمين بكل علوم الطفل وبيلاحقوها وبيحاولوا يركزوا عليها ليطوروا من اداء طفلهم. بس هي مهاره سهله، يعني اليوم في اهل كثير بيفتحوا على الانترنت بيقروا بعض القواعد لبعض الالعاب لبعض الامور، وهلا صار منتشر فيديوهات عم تستخدم الطرائق الذهنيه، الربط بين الصوت وبين العدد وما الى ذلك لتنشط شوي عند الاطفال بعيدا عن التاب وما الى ذلك، هذا اللي يروح يعني خلينا نقول مستقبل اطفالنا. فاليوم هل الحساب الذهني بيقدروا يتعلموه على الانترنت ويبلشوا فيه مع أطفالهم أو لا؟ نحن بحاجة لمدرب وأهل مع بعض. نحن دائما سلمى، بس نقطة، نحن دائما فينا نتعلم أي شيء على النت، بس هل يا ترى نحن فينا نتعلمه بمهارة؟ بدنا مدرب. أكيد طبعا. يعني أنت فيكي تتعلمي طبخة أو أي شيء على النت، بس أنت تعالي طبقيها بدك أنت نصيحة حدا طبقها قبلك. فأنا أعتقد بأن المهارة تأتي من خلال مدرب مجتهد أو حتى والدة داخلة بهذا الاختصاص أو تعمل على هذا الاختصاص. أعتقد نحن بالمجمل أنا أنصح جميع الأمهات وأنصح جميع هذا الجيل، جيل ذكي وبحاجة إلى رعاية واهتمام، وحتى هو عم يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نحن نتعامل، خلينا نوجهه بالطريقة الصحيحة. يعني نحن إذا دخلنا مثلا، إذا هو شفنا اهتماماته أنه هو يعمل على فصي الدماغ أو على شقي الدماغ الأيمن والأيسر، لديه الحالتين، أنا أنظم هو ميال لأني أكثر للفصل الأيمن أو الأيسر، هل هو يحب الرياضيات والعلوم وغيرها أم يحب الرسم التلوين والخيال والموسيقى وغيرها. علي أن أتوجه بطفلي للشيء اللي بيناسبه وعزز عنده على اليوتيوب ولا غيره هاي البرامج بحيث تخدمه وتطور المهارة يلي عنده. أنا مع هذا الكلام، يعني بتمنى من جميع الأهالي التعاون على هاي النقطة. تمام. اليوم مهارات الحساب الذهني كيف اليوم نحن بتنعكس على الطفل بإتقان هاي المهارات على شخصيته؟ كيف هي بتأثر على شخصيته؟ كيف هذا الشيء نحن بنلاحظ عليه بالمجالات اللي بيفوت فيها الطفل لمراحله المتقدمة؟ أولا هلا نحن هو صار له الحساب الذهني بسوريا 12-13 سنة، يعني نحن كعلم متداول بين الجميع،
12 او 13 سنه، بتلاقي نحن اللي عم نلاقي هلا الاطفال يلي بلشوا بهديك الاعمار عم ينجزوا معدلات عاليه بالبكالوريا او عم يروحوا للاختصاصات العلميه وعم يبدعوا فيها. هلا هذا كثير نحن لازم نحن كمدربين لازم نحن نوقف عنده. سابقا كانت تجربه اولى ونحن عم نمارسها عمل وتنميه مهاره الطفل، بس الان انا اعتبرها ضروره لانه نحن عم نشوف نتائج على ارض الواقع. هي تنمي الذاكره، التركيز عند الطفل، الانتباه، الذاكره التصويريه عند الطفل، قوه الشخصيه، تحمل المسؤوليه، الاعتماد على الذات، تعمل على جميع الحواس. الحساب الذهني يعمل دائما على شقي الدماغ، اولا الاعداد والارقام، ثانيا التخيل. انت لما عم تتخيلي الاباكوس قدامك وعم تعملي عمليات، انت فقط هذه الاداه وحطيتيها بدماغك وعم تشتغلي عليها، فهون هي الشق الايمن من الدماغ انت عم تشغليه باعلى مستويات. فانا بشوف انه هو بينمي حواس الطفل من جميعها، ينمي الذاكره، ينمي التركيز، ينمي، وكل هاي رح تحصدي بوقت من الاوقات بالاكاديميا رح تحصلي تحتصدي هذه النتائج. طيب بما انه حكينا انه هو مهاره وهو مهارة مكتسبة، نعم، يعني ما انه شيء مع الولد بيخلق او مع الطفل، نعم. فبالتالي في ناس بتسأل يا ترى كل الاولاد ممكن يكتسبوا هاي المهارة او لا؟ في اطفال مثلا ممكن يعيقهم شيء انه هن يدخلوا بمجال الحساب الذهني. هلا انا بقول لك انه كل الاطفال بيتعلموا الحساب الذهني، ولكن يظهر لدينا بعض الحالات الاكثر تميزا بالخيال، الاكثر الاسرع الأقوى، لديها فروق فردية، فروق فردية يعني. وهنا يظهر عندما تشاهدي أنت مسابقة على مستوى القطر يظهر عدد قليل من المتميزين جدا الأولى. يعني عند قليل حتى قلة من المدربات يعني من يظهر لديه التميز. هنا تعمل المدرب، الطفل لديه قدرات، لديه يعني متميز عن أقرانه، عمل المدربة زائد مساعدة الأهل يظهر طفل لديه مهارة عالية. الحال عدة حالات، يعني في عدة مقومات لحتى يظهر عندنا طفل بمهارة عالية، بس الأساس هي التدريب لدى الأهل ولا لدى زائد القدرات الشخصية للطفل. اليوم ما فينا نقيس هي القدرات أو المهارات أو الفروق الفردية ببين مع بالعمر. المدربة العمر له علاقة، ممكن العمرهم أصغر بيختلفوا عن العمرهم أكبر. هلا عم ياخذوا مستوى زيرو بيكون متميز أو هو ماهر بالمستوى زيرو، ماهر بالمستوى إيه، هو يعود إلى المستوى الذي وصل إليه مو لختام الحساب الذهني. ولكن بس دائما المدربة يظهر لديها الطفل المتميز بوضوح بعد فترة من التدريب. طيب اليوم الحساب الذهني إذا بدنا نقيسه بالجانب العاطفي أو الجانب الانفعالي للطفل كيف بيأثر عليه؟ القدرة على ضبط الأعصاب، على ضبط النفس، الاعتماد على نفسه بحل المشكلات، هذا كتير شيء، يعني هذا تميز. يعني الحقيقة الطالب المخلص مستويات الحساب الذهني يظهر لديه فروق بالشخصية مع أقرانه، الثقة بالنفس، شخص يحل أي مشكلة يتعرض لها بهدوء، قادر على تلقي أي قصة مهما كانت كبيرة تلقيها بهدوء ومعالجتها وتخزينها وتوظيفها في وقت لاحق، في وقت يعني لقدام نحن سيقوم بتوظيفها في مشكلة أخرى، في عمل ما يستطيع التصرف. أعتقد بأنها لديها القدرة الرائعة على ضبط انفعالات الأطفال. بيقولوا انه يعني بشكل عام الرياضيات هي مو بس علم مثل ما بنعرف حسابي 1 زائد 1 يساوي 2، بالعكس هي ممكن تدخل حتى بمسائل الحياه الشخصيه، وانه الطفل لما ببلش يتميز بهي المجالات ممكن تتغير نظرته للحياه. اليوم من خلال خبرتك وتعاملك مع كثير من الاطفال، قديش شفتي في فرق بحياتهم؟ هلا انا برجع بقول لك انه انا لما عم اقول هذا الحكي ما عم اقوله بشكل عام، لك انه في 12 سنه نحن صرنا عم نشتغل على هذا البرنامج، عم نلاقي نحن انه في فروق فرديه بين هدول الشباب اللي هلا صاروا شباب، في تميز في قدرات عقليه واضحه،
في تميز بالأكاديميا بالبكالوريا وبالحادي عشر بتلاقيهم متميزين، سرعة عالية بالحفظ، قدرة عالية على حل أي مسألة، تعامل مع أي يعني. في بعرف أنا طفل السنة الماضية أنه أستاذ الرياضيات يقول له لا بقى تحل ذهنيا، خلينا نحل ورقي. يعني انه من كتر ما عنده قدرات متقدمه ما شاء الله، انه هو انه لا بقى تحل انت، تترك لي الذهني وعدش احل لي ورقي، لانه دغري عم يعطي جواب، دغري عم يعطي جواب. يعني فطبعا طبعا لديه تاثير جدا كبير بالمراحل يعني المتقدمه بالعمر. بتلاحظيها على اي شيء بتزرعيه بالصغر، اي شيء بتزرعيه بالصغر بتلاقيه بعدين، بتحصديه بعدين، حتى لو انت بدون ما تنتبهي لقدام شوي. اذا كنتي تعبانه على عمل انجزتيه مع الطفل، لقدام شوي بتتفاجئي حضرتك انه انا بزماناتي علمته هي الفكره، شوفي وين طلعت تماما، انا واثقه رح تطلع. أكيد دكتوره بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتيها اكيد، وبالتوفيق بهي المجالات لدعم الاطفال اكيد، وبنتمنى التوفيق لكل الاطفال اليوم. شكرا لك. اكيد شكرا لكم، شكرا لك لوجودك. رح نروح لفقره كثير مهمه يا ليلى. تماما يا سلمى، اليوم كل الطلاب اللي عم يتهيئوا لاختيار التخصص الجامعي المناسب لطموحاتهم لقدراتهم، يمكن اليوم كثير من المهم انه نحكي بفقرتنا عن الطريقه الصحيحه لاختيار المسار الصحيح لليوم للدخول لسوق العمل. يمكن دائما بيصير في فروقات، احيانا واحد بيطمح انه انا بدي هذا الفرع، علاماته يمكن ما بتأهله لهذا الشيء، بيوقف، انا ما بقى فيني انه خلص بدي ارجع عيد، ما يمكن في شغلات ممكن تكون منيحه لإله، يمكن في اشياء بسوق العمل اللي تكون فيها فائده لإله اكثر. صحيح. خصوصا بالوضع اللي نحن فيه، يمكن هلا صار الاتجاه كله نحو سوق العمل، يعني الاشياء المهنيه قصدك، تماما مو بس العلميه. تماما ليلى، يعني المشكله هي يمكن صوره نمطيه. يعني من نحن وصغار تعودنا شو بتحب تطلع؟ مهندس، شو بتحب تطلع؟ دكتور، شو بتحب تطلع؟ طيار. يعني دائما الاهل بيساعدوا برسم هاي الصوره النمطيه عند الشباب، فبالتالي ممكن يتوقع شيء اكثر من قدراته. مو غلط انه الشخص يكون عنده قدرات مختلفه عن غيره، قدرات علميه، ولكن ممكن يكون متميز بالسوق المهنيه بكثير من المهن اكثر من الاشخاص المتميزين بالسوق، طبعا سوق العمل علميا واكاديميا. لهيك نحن اليوم بدنا نحكي عن المجالات والتخصصات اللي اصبحت موجوده واللي كثير مننا للاسف بيجهلوها وبيجهلوا اهميتها. خلال سنوات الحرب اصبحنا امام مهن مطلوبه جدا جدا. اليوم رح نتعرف عليها اكثر مع مدرب التنميه الاستاذ سليم الكسم، واللي دائما بيعرفنا على طرق جديدة للتفكير بمستقبلنا. ما نضل حاطين بس انه اذا جبت هيك معناته رح ادخل هيك، لا، الحياة في إلها كتير ابواب لازم ندقها ونجرب فيها. يسعد صباحك استاذ سليم. صباحكم. استاذ صباحك، شو المقدمة الغنية؟ اهلا وسهلا. ما ضل اللي حكيت. لا مثل ما ذكرنا بالمقدمة انه اليوم الطلاب عم ينقسموا لفئتين، فئة بترغب خلص عندها رغبة محددتها انا هذا الخيار بدي اياه، 100%. فئة ثانية بتعتمد على معدلها بالبكالوريا. اليوم بين هدول الفئتين كيف ممكن نحن اليوم نحدد المسار الصحيح المهني لمستقبلنا؟ هلا اول نقطه اللي خليني اقول، هلا اللي جايبين علامات عاليه واللي هلا ما حيعيدوا تكميلي واللي نهوا الامور واللي برايهم هن حنفوت تحضيري وخلاص نحن طب، تمام. اول شغله في قاعده اسمها الجيد عدو الافضل. اول شيء مشان الله انتم لا شوفوا خياراتكم ولا تباخذوا بس الطب، الطب خلص حصلتوه حطوه على جنب. اذا جبت علامات الطب مو شرط تفوت الطب، يمكن الطب ما بيناسبك بالمهارات الشخصية، ما بيناسب قدراتك، يمكن تكون أنجح بمراحل بشغلة ثانية. تمام. وكثير من الناس المشكلة الصورة النمطية أنه الطبيب هو الأعلى دخلا والأكثر مكانة، مو صح. يا طلاب بكالوريا اليوم الأساتذة اللي درسوكم سواء أستاذ عربي والأستاذ رياضيات والأستاذ فيزياء والأستاذ كيمياء بتعرفون دخلهم هدول اللي درسوكم أكثر من أطباء. وبتعرفوا هاي المعلومة كل، يعني أنتم لمستوا هاي المعلومة شفتوها. نفس الشيء هذا الكلام ينطبق على كل التخصصات وكل المهن. هي شغله كثير مهمه هلا حنرجع لها. اول نقطه، انت اليوم خلصت بكالوريا وما عاد بدك تعيد تكميلي وجايب علامات عاليه، اقرا عن باقي الافرع، اقرا عن المعلوماتيه، اقرا عن اي شيء ثاني، اي تخصص انت مبدع فيه فممكن يحقق لك دخل مخيف، دخل فلكي ومكانه فلكيه. ومو الطب هو مثل ما بيقولوا توب التخصصات، ومو الهندسات هي طب التخصصات، لا. الشيء اللي طبعا العائد السائد الطبيعي، اذا انا بس بدي فوت ادرس واخذ شهاده، اي مزبوط الطب صح، بس انت اذا بتضيف لهذا الموضوع شيء ثاني فانت افضل بكثير.
وكم وكم من الطلاب انا بعرفهم عم بتعامل انا وياهم، هن دارسين طب بشري واليوم طالعين ورايحين يشتغلوا بزنس، رايحين يشتغلوا تجاره، رايحين يشتغلوا، مع انه هو خريج طب. تمام. فكثير مهم هي الشغله تعرفها، الجيد عدو الافضل. جيد اختصاص الطب، روح شوف في افضل لك، في انسب لك. هي اول نقطه. ثاني نقطه اللي بدنا نعيده هلا، بدنا نعيده على التكميلي. اول شغله بدكم تعيدوا على التكميلي، قاعد انا وطالب فامي قال لي كلمه كثير حلوه، قال لي انا بدي اعيد الرياضيات وادرس كل شيء مشان ثلاث علامات. قلت له وقف تعال نشوف، كثير مفيد هلا بهي المرحله اللي بدكم تعيدوا، قبل ما تعيدوا تكميلي جيبوا المفاضله وشوفوا المفاضله وعبوها كانكم بدكم تسجلوا بالجامعه. تمام. حتنتبهوا انه في فرع جامعه عامه وفي فرع صار جامعه خاصه. الفرق بيناتهم تقريبا ثلاث علامات. هي الثلاث علامات يعني كلفت اهلك بحدود الجمع ان يكون 100 مليون ليره. فانت عم تعيد مو مشان ثلاث علامات، انت عم تعيد مشان 100 مليون ليره. فرق كثير كبير، فرق كثير خرافي. بس تخلص نصيحه الكل، جيبوا مفاضله السنه الماضيه واطلعوا على المعدلات كلها واكتبوا قبل ما تدرسوا، قبل ما تبلشوا ابدا والغايه في ذهنك، فكر بطريقه. تمام. بس تخلص مفاضله خليها قدامك، جيب سلم التصحيح، سلم الدوره الماضيه، جيب السلالم تبع الدوره الماضيه خاصه اللي بدك تعيد فيه المواد اللي بدك تعيد فيهم. حتنتبه انه في سؤال جوابه سطر عليه ثلاث علامات. يعني هذا السطر حقه 100 مليون. فحتستوعب الفكره قديش حتدرس، فحيصير عندك انطلاق كثير كبير. هذا الدافعيه تعرف ليش عم تدرس. تمام. اثنين، اختار مواد. طبعا الاساتذه اللي هلا موجودين على احتكاك مع الطلاب بينصحوك، اوعى الفكره اللي ما حدا بيعرفها، كثير من الطلاب بيغيب عن ذهنهم. التكميلي كتلة. شو يعني كتلة؟ انت اخترت ثلاث مواد فجبت علامات اعلى بمادتين وعلامة اوطى، ما فيك تختار هدول المادتين وهي المادة. يستبدل الثلاث مواد بالثلاث مواد، يستبدل المادتين بالمادتين. ما في انا والله من التكميلي باخذ هي العلامة ومن الدورة الاولى باخذ هي العلامة، لا، ما في تطبيقة الاعلى. لا، التكميلي المواد اللي عدتها على التكميلي راحت علامتها وصارت علامتها على التكميلي. اختار مواد انت قوي فيها، اختار مواد سهله بالنسبه لك، اختار مواد متباعده ما يكونوا قراب على بعض عشان ما يضربوا بعض، اختار مواد. طبعا ولا ما في قاعده هون، اوعى تسمع من فلان او علتان او انا حعيد هيك الشباب الشله كلها حتعيد علوم فانا حعيد معهم علوم. اوعى هذا الوقت هلا كله بده يعيد الرياضيات بالعلمي. لا، في ناس سنه برياضيات كله بده يعيد الرياضيات. هلا مع شب مسكر للرياضيات وبده يعيد العلوم مثلا، شلون فروقات الفرديه مخيفه، الفروقات الفرديه بين الناس مخيفه. قاعد معه عم بحكي انا وياه فقال لي انا استاذ بالعلوم عندي مشكله بالخيال ما عم بستوعب الفكره. فاقعد شوف استاذ بيقويك بالنقطه اللي انت ضعيف فيها. في اساتذه قوايا بنقط معينه، اذا بدك تقعد مع حدا او تحضر جلسات الامتحانيه وكذا، هل هو مفيد؟ ايه مفيد. هل هو ما اذا اوفرت كثير ضليتك عم تدرس مع اساتذه؟ لا، في شيء لازم تشتغله مع حالك. كثير مهم هدول اختيار ثلاث مواد اللي بدك تساويهم على التكميلي يكونوا متباعدين، يكون علاماتك فيهم طبعا متدني اكيد، رايح لك فيهم ثلاث علامات، سبع علامات، تسع علامات، اللي هو طبعا 99. نحن جيلنا ما بيستوعب لسه انه صارت مضروبه بعشرة. فكثير مهم هي النقطه. ثلاثه، من هلا بلش بثانيه بثانيه استغل الوقت، ثانيه بثانيه استغل الوقت. وطلعت العلامات كان ليلتها في مين من الطلاب رايحين يحضروا دوره، فانه انا اليوم طلعت العلامات، ايه استاذ اليوم طلعت العلامات بدنا نبلش. الاساتذه كلهم بلشوا، يعني بلشت الدورات وبلشت ورجعت المعاهد من يوم ما من ثاني طلعت العلامات. فبلش ارجع لدراستك، لا تقول والله لسه معي وقت. تمام. تذكر شو صار المره الماضيه، حتتذكر انه في سؤال بتوصل لعنده بتقول يا الله هذا يا ريتني. متى ما استوعبت هي الخلطه، تمام، هي التركيبه، قدم بسم الله. زيح وانت عم تقدم، زيح هذا الموضوع. لا تروحوا نفسيا انه يا الله راح علي الهندسات، راح علي الطب، يا الله راح علي المدري شو. هلا اذا حكينا باختيار التخصصات بقى كلها، كل التخصصات دون استثناء بملء الفم، كل تخصصات الجامعه وتخصصات الحياه فيها تحقق مكانه اجتماعيه عاليه ومال دخل عالي وشغل عالي وشغل مريح. وما في تخصص بسيط. اليوم اذا بدك تساوي ابريق شاي فعندك بدك تساوي شاي وبدك تحط السكر، اذا زودت سكر شوي ما عاد تنشرب الطبخه كلها، اذا زودت شاي زياده ابريق شاي. تخصصك نفس الشيء، في له مقادير معينه، كل مقادير بدها تكون دقيقه جدا. اذا حطيت المقادير انت حتكون يعني حدا كثير كثير مميز، مو بس بتخصصه، بمحيطه وبناسه.
كثير من الطلاب بيطلع له تخصص، يا الله شو هذا هندسه معلوماتيه، يا الله شو هي اليات ثقيله، يا الله انا معهد محاسبه، يا الله انا بعرف صبيه بس هلا دخلت بيولوجيا، يا الله شو بيولوجيا. تمام، بالبيولوجيا اختصت بالسنه الاخيره، اختصت ليزر، هلا هي دكتوره ليزر. تمام. في شاب مثلا قصه كثير شهيره دائما وجه تحيه للاستاذ رامي تكريتي مثلا، بيقول انا دخلت لغه عربيه، انه ظلالي لغه عربيه، انا ما بدي لغه عربيه، فانه مثل بيقولوا ندبت حظي ويا الله على زماني. اليوم هو اسم كبير بالبلد وهو استاذ موجود بمعهد، وكثير من الاساتذه بعرفهم يعني، مشان نحن ما نكون نبخس حدا حقه. تمام، الفكره انه كتار الموضوع انه انا يمكن يطلع لي تخصص انا ما عجبني. طول بالك، اقرا عن كل التخصصات، في كثير موضوع. نحن عندنا فعاليه اسمها يوني لينك، هلا نحن متى ما بلشنا باخر المفاضله بنبلش ننزل مقالات كل تخصص شو مجالاته العلميه، شو ترتيبه، شو فيه فرص عمل، شو فيه مشاريع شخصيه، كل هي القصص موجوده. اقرا عنا، اقرا قد ما بدك. تطبيق ابلكيشن موبايل، طبعا ممكن على الافتراضيه تفتح الموقع الافتراضيه، موجود بكل الافتراضيه. يعني انا ما جبت علامات، في على الافتراضيه، في على الافتراضي. المستقبل لا ينحصر. ما عم اقول طبعا البكالوريا هو انه ما له طعمه والشهاده ما له طعمه والعلامه ما له طعمه، لا هي بوابه مهمه، شغله كثير مهمه، بس ليست نهايه الحياه. يعني هي بدايه الحياه وليست النهايه. وحتى اللي بينجح بالبكالوريا لا يفكر هو خلاص، لا يرخي بدن، لا السبب الخير لقدام. يعني دائما انا بقول لهم مرحبا، شفتوا كل شيء درستوه بالبكالوريا؟ عندكم وسطيا بالجامعه، بالسنه الاولى بالجامعه تقريبا في 7 مواد بكل معظم التخصصات، كل ماده من الـ7 تخصصات قد البكالوريا كلها. يعني مبروك، انتم رحتوا على الجامعه. هلا بيروح بخف هي الوهره تبع البكالوريا، هي تبع عندك بكالوريا هي بتروح بتوقف. يعني انت بتصير عندك جامعه. فكتير مهم هي النقطه انا اعرفها، انه انا بسوق العمل بكره مستقبلا انت ما علامتك ما حدا بيسالك عنها، انت على بكره حيسالوك. اليوم انا بمكاتب هندسيه بتعمل مقابلات مع حدا، شو انجزت، شو اشتغلت، شو جربت. طبعا. وهم بدي اسالك، اليوم نحن عندنا فئات من خليني اقول الطلاب. نعم. في عندنا طالب يمكن وضعه مثل ما قلت وضعه المادي هو اللي بخليه يتوجه لاختصاص. نعم. معين وبيمشي مسار حياته كله بناء على وضعه المادي، ما فينا ننكر هذا الشيء. في عندنا طالب مدلل، يعني اهله مفوتينه على الامتحان، شو ما جبت اللي بدك اياه. نعم. إذا جاب طب العيادة موجودة، يعني اختص وين ما بدك والعيادة موجودة. وفي عنا طلاب اللي هن بلشوا يمكن خبرات سابقا، يعني أنا بشوف مثلا ببعض الأماكن بيكون عم يدرس وعم يشتغل. نعم. فبلش يشوف أنه الحياة هي مو بس هاي الأفرع اللي بالجامعة، لا أنا ممكن فوت شيء يعلمني. هدول كلهم رح يلتقوا بمكان واحد اللي هو المفاضلة، حتى بعد الدورة التكميلية اللي هي آخر مرة هاي السنة مشان ننوه. نعم. ما عاد في بقى فرصة ثالثة، خلص حتكون من السنة الجاية ترجع مثل زمان، مثل أيامنا يعني. حصلنا هي ثالث سنة بنقولها هي آخر سنة. لا إن شاء الله بقى هي السنة مشان يرجعوا هيك. نعم. يجدوا عن جد وجديد. طيب خلينا نحكي هي الفكرة، اليوم الأهل قديش بيلعبوا دور بهي المفاضلة بالذات؟ يعني بتذكر في كتير ناس هو بده يحط خيار معين وأهله بيقولوا له لا حط هاد حط هاد حط هاد. الاهل طبعا يحلموا بانه هن يتخيلوا انهم عم يقدموا افضل شيء لاولادهم، بس هن بزمانهم ولترتيبهم. نصيحه للاهل اليوم، الله يوفقكم، انا احترم جدا كنت رغباتكم انا مع صديقي كان دكتور قاعد مع ابنه، فابنه بس عم يقول له بابا اعطيني التخصص اللي انت بيعجبك اكثر. ابوه رافض يسمي له اي تخصص مشان ما ياثر على قرار ابنه، انه انا ما بدي اقول له. فالشاب هو عنده رضا ابوه، يعني مثل بيقولوا كان قال لي رضا ابي خط احمر، فهو بده يسمع من ابوه تخصص معين عشان مثل بيقولوا يفوت فيه. ابوه ما عم يقول له ولا تخصص عشان ما ياثر على قراره ولا هالقد. كثير مهم اليوم تدعم قرار ابنك. اليوم نصيحه مشان الله، اذا ابنك خسرته معركه البكالوريا ورسب بكالوريا وما جاب علامه، مشان الله لا تقول له فاشل. مين قال لك انه هو فاشل؟ هو ما بيناسبه هذا الاختبار الموجود، يمكن هو مو ناجح دراسيا، بس مين قال لك انه هو فاشل بالحياه؟ صحيح. مين قال لك انه هو الولد ما له طعمه وما حيطلع منك شيء؟ ان شاء الله مو هيك. تمام. واذا قال لك هذا الكلام مرحبا، كثير من الاباء بيقولوا هذا الكلام بالنسبه لهم. عم اقول للطالب هلا، كثير ابوك عم يقول لك هذا الكلام مفكر حاله مسكين انه عم يدفعك، ما عم يفكر حاله انه عم ياذيك نفسيا،
لا فخدها بطريقة كثير حلوة، خدها بطريقة أنه أنا أهلي حابيني مثل ما بيقولوا يطوروني يشدوني، فخد النقطة الثانية تبع التحدي، وهي كثير طلاب نحن بنعرفها أنه أنا قالوا لي أنت فاشل، لأنه قالوا لي فاشل مثل ما بيقولوا والله اللي ورجيهم صحيح، وخاصة بهذا الأمر بتأثر عليهم سلبا. إيه طبعا في منهم بتأثر عليهم سلبا، إمتى؟ لما بيسمعها بطريقة سيئة. الأهل حكما بيحبوك، حكما عفوا دفعوا عليك دم قلبهم لوصلوك لهون، فحكما هن عم يقولوا لك اللي برأيهم أفضل شيء، من سواء من تخصص، سواء من طريقة، سواء من أسلوب، سواء حتى أنت فاشل، روح مع تحاكيك، أي مقاطعة هلأ صارت بالبيت، هن كل هاي الأساليب برأيهم يدفعوك للأفضل، برأيهم يدفعوك للأفضل، فنصيحة خذ بهذا المعنى اللي عم يصير واندفع للأفضل. تمام. هلأ كثير مهم هاي القصص اللي أنت قلتيها، أنه أنا واحد مثلا والله هل هو إذا ابن البابا ومدلل والجارة مأمنة، هل هو معناته مستقبله مأمن؟ لا. نحن كثير بنعرف ناس ضوعوا ثروات أهلهم لأنه هن هيك، تمام؟ فمشان الله يا أولاد الذوات اللي معهم مصاري لا تريح ابنك لأنه يمكن تدمره، تمام؟ لا تطالعه معاق، تأمن له كل شيء يطلع الولد معاق، الدلالة اللي بيدمر دائما مش دايم يعني. تماما 100%. والعكس بالعكس، هل يا شباب أنه إذا طلع لك فرع، أنا مبارح مع شخص شاب طلع له تعويضات سنية، مع هالتعويضات السنية بالنسبة للناس أنه هذا يعني اليوم بارح والله قاعد انا وياه صدقا دخله احسن من طبيب، تمام؟ شاب لسه ما تخرج، بقى له كم ماده لسه ما تخرج مع تعويضات سنيه، قال لي انا مستلم المخبر الفلاني وعم بشتغل بالامر الفلاني واو واو الى اخره، فبالتالي ودخله جيد جدا وعم يفكر يفتح مخبر ولسه ما تخرج. فيا جماعه الخير روقوا شوي على حالكم، روقوا شوي على اهاليكم، روقوا شوي على اختياراتكم. كمان استاذ هيك بتعقيب سريع، اليوم الاهالي حتى من مرحله التاسع، اليوم طبعا اي اهل بيرغبوا انه يكون ابنهم الافضل، اذا الولد طلع له صناعه خربت الدنيا، لمرحله البكالوريا بيوصل اهلين بالدكتور مثلا او اهلين بالمحامي، هذا الشيء قديش اليوم عم بياثر لما هو ما جاب هي النتيجه، انت خجلتنا قدام العالم. اليوم اكثر الاهالي عم بيدوروا على المحيط اكثر ما عم بيدوروا على مستقبل الولد، وهذا الشيء يعني كلياتنا عندنا هي القصه صراحه. التاسع لسه حكاية تانية تماما. حقيقة بالتاسع اليوم التعليم المهني حصر عنا بسوريا، التعليم المهني أنا أتمنى يضاء عليه. التعليم المهني وقت بيفوت أي حدا على سيراميات مثلا الصناعة الثالثة أو كذا، حتشوفوا مكانات والله مو موجودة بالجامعة يا جماعة، والله اللي عم يشتغلوا يعني أنا طالب إلكترون موجود، أنا بعرف طالب إلكترون عم يدرس بالبرامكة بالسيرامية المهنية اللي بالبرامكة، رباح حمبالي اسم الثانوية، والله انه شاغل يعني شاغل على العناصر الالكترونيه وشاغل على الدارات اكثر من مهندس اتصالات وموجود. ما في مشكله يشوفوا اليوميه المهني اليوم تماما، واللي هو اليوم وبيفوت على سوق العمل من الحادي عشر والبكالوريا اكثر من الجامعه، وهالسنتين معهد بيكون قوي جدا. يا ريت يتضوى على يعني يا ريت تمسك كاميرا وندور تشوفوا قديش الناس اللي عاشر وحادي عشر وبكالوريا هو يعمل بالتعليم المهني. للاسف اليوم برايهم بالتاسع اذا فات تعليم مهني معناته هو خالص. شلون في شاب اليوم واحد من اكبر الشباب اللي بيدرسوا طلاب الاقتصاد، هو خريج ثانويه تجاريه وهو وطلاب اقتصاد بيعرفوا اللي فايت معهد في محاسبه وبعدين في كمل اقتصاد بيكون هو افهم من كل طلاب الاقتصاد، لانه هو اشتغل 3 سنين على تخصصه يد. وهلا في دراسه يعني هلا الوزاره الله يعطيها العافيه هلا اعلنوا يعني انه في دراسه انه من العاشر رح يكون في مثل توجهات انه هذا بده يفوت تخصص هندسي، هذا بده يفوت، حيكون في شيء من رح هذا الموضوع رح تساعد كمان وتسهل يعني. هلا شو اللي بده يصير ما بنعرف، بس يعني نتمنى هذا الشيء يعني. استاذ سليم مثل العاده دائما معلومات مهمه قيمه، وان شاء الله نكون فدنا كل المشاهدين يا رب. شكرا كثير. شكرا لحضورك معنا اكيد، ونتمنى التوفيق لكل الطلاب. تحية. اما هلا سلمى رح نروح لمحافظه اللاذقيه لمشقيتا لجمال البحيرات السبع اللي بيمتزج جمال الطبيعه مع لون البحيرات خضار البحيرات، وهذا المكان مقصد لكثير من الزوار وخصوصا في فصل الصيف وموجات الحر. نتابع سوا المادة التالية ونتعرف أكثر على هذا المكان الجميل. مشقيطة هي عروس جبال اللاذقية المتوجة بخضرة رائعة وبحيرات ساحرة، تعتبر من أهم مواقع الراحة والاستجمام في محافظة اللاذقية، حيث برزت هذه القرية الواقعة على بعد 23 كيلومتر شمالي مدينة اللاذقية إلى الواجهة السياحية بعد أنشاء
سد 16 تشرين الذي تطل عليه القرية من الجهتين الغربية والشمالية الغربية. وهذه الإطلالة الجميلة المميزة على السد ببحيراته السبع تتخللها مساحات واسعة من الأحراج والغابات والأراضي الزراعية المليئة بأشجار السنديان، الصنوبر والبلوط وغيرها، كما وتحيط بها مجموعة مزارع وقرى عديدة. وكلمة مشقيطة كما ذكرتها مصادر التاريخ تشير إلى أن لفظ مشقيطة هو لفظ سرياني ويعني الأرض المروية أو المسقية من السقاية، وذلك لكثرة ينابيعها. ويلاحظ الزائر لهذه القرية المرتفعة حوالي 260 متر عن سطح البحر توفر الخدمات السياحية، كما وتتميز مشقيطة بطقسها المعتدل صيفاً وشتاءً وبهوائها العليل. طبعاً تابعنا مشقيطة ولح نروح من الطبيعة والجمال لصحتنا. كثير مننا بيعتقد أنه الفيتامينات هي فقط نحن قادرين نحصل عليها ونعوض النقص فيها من خلال الحبوب، ولكن بالحقيقة الفيتامينات الحقيقية اللي ممكن تساعدنا أكثر وتعوض جسمنا موجودة بين إيدينا بالخضار والفواكه. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. الغذاء النباتي يعرف بخصائصه المفيدة للصحة، وخصوصاً بكمية الألياف الصحية والفيتامينات والمعادن التي نجدها في مجموعته من الخضار، الحبوب والفواكه. فمن ما يتكون النظام الغذائي النباتي الصحي؟ الحديد. نبدأ من عنصر الحديد كناقل للأكسجين في الدم، وأبرز مصادر الحديد للنباتيين هي الحبوب والسبانخ والفاصولياء واللوبياء والعدس وأوراق اللفت. الكالسيوم الذي يساعد على بناء والحفاظ على صحة العظام والأسنان، ويمكن الحصول عليه إلى جانب الحليب ومشتقاته من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة كالبروكلي. الزنك هو عنصر ضروري ومساعد لكي يعمل جهاز المناعة بشكل سليم، ولا بد من وجوده في وجبة من البقوليات كالفاصوليا البيضاء وفاصوليا الكلى والحمص. الفيتامين 12 وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم، ويوجد هذا الفيتامين بشكل حصري في المنتجات الحيوانية، لكن في حال اتباع نظام نباتي يمكن الحصول عليه من حليب الصويا. أخيراً اليود هو أحد مكونات هرمون الغدة الدرقية الذي يساعد على تنظيم عمليات الأيض والنمو، وقد لا يحصل النباتيون على كمية كافية من اليود من نظامهم الغذائي ويكون معرضين للإصابة بنقص اليود. لذلك يمكن الحصول على هذا العنصر من فول الصويا والبطاطا الحلوة. عناصر غذائية لكل واحد منها أهمية في استمرار عمل وظائف الجسم وبشكل سليم. دينا راح تكون مع لمسة من الجمال والابتكار، ومجموعة اليوم من الحقائب والإكسسوار اللي هي كتير عم تكون بطريقة مبتكرة يا سلمى. صحيح، راح نتعرف اليوم طبعا مع ضيفتنا، هي خريجة كلية الفنون قسم الديكور، ولكنها ابتعدت شوي عن هذا المجال ودخلت ضمن مجال الصناعات اليدوية، وقدرت انه هي تعمل من الخيش مثل ما بنعرف الحقائب المشهورة جدا واللي هي بتتميز، وخصوصا بفصل الصيف الكل بيرغبها، وكل فترة بيطلع في عنا موديلات جديدة وتريندات جديدة. اليوم رح نتعرف على كل هاي التفاصيل مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، السيدة فيفيان سعيد. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، نورتي. بالبداية خلينا نتعرف على مشروعك وكيف بدأتي فيه. مشروعي أنا بالأساس معني خريجة كلية فنون، فالفن يعني بتحسي موجود يعني دائما، فحبيت أني أعمل شناتي مشهورة من حدا كثير غالي على قلبي، مدام هديل الأسمر، قالت لي عندي يعني بتعملي شناتي قش، فأنا قلت ليش ما أعملها خيش. فمن هون يعني انطلقت، وحسيت مادة الخيش هي مادة بسيطة هيك طبيعية يعني أنا بحبها، فحاولت هيك وظفها لتعمل لي شنطة هيك ظريفة، والحمد لله يعني شايفين موديلات كتير متميزة وحلوة وأحجام عديدة، ويمكن دائما يعني بالصيف بتحسيه هو مميز، يعني هي الشنطة لازم تكون عند كل صبية أو سيدة سواء بحر أو مو بحر أو حتى بالأوقات العادية بتلبق على كل شيء ومميزة. خلينا نحكي عن التصميم
التصاميم يلي عم تشتغليها والشيء المميز اللي فيه. تمام. هلا التصاميم انا ما بقدر اقول لك انه انا يعني انا بحط الغراض هيك جنبي وبقعد بقى بتطلع معي الفكره، يعني من حجر ممكن انا يطلع معي الديزاين، احيانا بكون نايمه فيه انه على موديل بقوم بنفسه، فهي هيك بتجي معي يعني القصه. تمام. عم نشوف هلا على الكاميرا التفاصيل تبع الشنطه، يعني انا بحاول اشتغل تهتمي بكل التفاصيل جوا. تمام. حتى من الداخل في هيك لمسه مميزه يعني حتى الاكسسوار الخارجي كثير عاطيه. يعني عم بحاول هيك اشتغلها من كل الجوانب، يعني تكون قطعه هيك مميزه. اليوم فيفيان الخيش بيحتاج يمكن او يستخدم لاشياء بتحتاج يمكن اثقال كبيره، او اليوم عم نشوفه بحله وجماليه مبتكره. اليوم تحكي لنا كيف عم تختاري هذا الشيء انت بالذات، وقديش عم ياكل منك جهد؟ هلا هو كماده يعني بحسها انا لطيفه، يعني من الطبيعه انك حابتيها حاببتها يعني وعطتني نتائج مثل ما بدي يعني كمجهود. هلا يعني اكيد في مجهود، بس لما بتطلع القطعه خلص بتنسي يعني بفرح كثير لما تخلص هيك القطعه وشو تطلع مثل ما بدي. فهي اكيد في مجهود بس بينسيك المجهود النتائج. عم نشوف هلا احجام مختلفه. تمام. هدول واشكال موديلات هيك على الخصر، في شيء كمان كروس هيك على الكتف على جناب، يعني هي للكتف وهي على الخصر. تمام. مشان هيك انت تاركتيها. تمام. هي بتلفيها ممكن تدخل بالبنطلون او هي تربطها كيف ما بدها. ايه ممكن يمكن يعني هدول بيختارون هيك البنوتات الصغار اكثر. تمام. كروس هيك على حلو. طيب خلينا نحكي شوي. اليوم بنعرف يعني هذا السوق وخصوصا السوق اليدوي فيه منافسه كثير صعبه. اليوم نحن عم نشوف مثلا يمكن مو نفس الخامه بس شيء شبيه فيها. تمام. صار موديلات الكوبي الصيني الموجوده بالسوق وبالمحلات التجاريه، يمكن الاشخاص ما بيعرفوا يفرقوا. تمام. يعني بدها هي خبره. قديش عم تحاولي اليوم تحافظي على مكانه هذا الشيء جدا بياخذ وقت وجهد واثمن قيمه؟ هو لانه انا لقيت انه ما في، يعني هي لما تعطي القيمه للشيء اكيد بيبان. يعني انا هي القطعه قلبها خشب مشغوله يعني من الاي تو زد، يعني انا بجيب هدول هذا الشريط هو بيتكون ليصير شنطه. فانت يعني عرفتي عطيتي قيمه لهذا الشيء. ف هلا هاي يعني موديل مختلف عن هذاك، داخل فيها حبات اللولو. يمكن انت بتشتغلي احيانا حسب الطلب مثل ما بينطلب منك بالسوق، مثل ما بيطلبوا الصبايا. يعني مو حسب الطلب، انا هذا اللي بشتغله، يعني انا بشتغل ديزايني انا، فهذا اللي موجود. يعني انا ما بحب حدا يقول لي هي صوره مثلا بدنا منها، لا الديزاين اللي عندي. تمام. يعني هلا اذا حدا بده طلب معين ممكن تاخذي فيه، ولا ممكن تفرجيه شو في عندك بيشبه من هذا الشيء؟ يعني ايه، يعني اللي موجود عندي ديزاين تبعي انا ما بقلت. يعني ما ممكن تجيبي لي صوره انه بدي من هي، لا. يعني عم دخلي دانتيل كمان. دانتيل كروشيه ناعم مع اللولو حجر. هي حتى الحبال كلها عم تنلفلف. يعني حلو. عم تاخذ الارضيه شو عم بتكون؟ انا حسيت خشب. لما حملتها انه فيها متانه يعني. تمام. هي خشب القاعده والجناب هي خشب حتى تبقى اخذ هذا الشكل. طيب خلينا نحكي شوي عن صعوبات هذا العمل. يعني ما في عمل وخصوصا العمل اليدوي ما بيكون فيه صعوبات يعني تواجه الشخص؟ صعوبه بمعنى طول ما انت عم تحبي الشيء اللي عم تساويه بظن ما بتلاقي صعوبه. يعني يمكن صعوبه انه مثلا احيانا بتعطل، مثلا بنقطع او شيء من قطعه من ديزاين بيخطر لي مثلا بينقصني شغله. اكثر من هيك صعوبه صراحه ما في. مواد الخام صعبه؟ صعب ايجادها؟ لا صراحه لا. بس لانه يعني ممكن مثلا ما ينوجد عندك بالبيت تنقطعي من شغله تكون بدك تكملي فكره فيها. انا يعني بس هي بلاقيها صعوبه، ولا باقي ما تبقى لا الحمد لله. طب اليوم اذا بدنا نحكي عن ميزه هي المشاريع الصغيره بالنسبه للصبايا وللسيدات، ولاحظناها بالفتره الاخيره كثير من الصبايا بكل المجالات الاعمال اليدويه عم يقوموا بهي الاعمال، قديش هي منيحه لهم كمصدر دخل اساسي؟ هلا اكيد هذا الشيء يعني انا كثير بشجع وضروري جدا كل حدا عنده شيء يستغله ليقدر يعمل شيء. يعني لازم ما ينضل مستهلكين، لازم يكون في انتاج. صحيح. المجتمع لما يكون منتج بيكون غير، خصوصا بهي الظروف. يعني بغض النظر انه اكيد في مردود مادي جيد،
نوعا ما، بس كمان انه عم بيعمل شيء. اكيد كل حدا فينا عنده شيء، يعني اكيد رح يشتغل على حاله بيلاقي عنده شيء ينمي ليقدر يعمل شيء. هلا فقط نحن حقائب ولا ممكن هذا خليني اقول براند يتطور اكثر ويصير في عندنا موديلات مختلفه، ممكن شيء مختلف، يمكن حضرتك عامله شوز خاص فيكي ممكن تدخلي بهذا المجال كمان ولا بس هلا دائما يعني انا عندي طموح هيك وعندي افكار كثير براسي يعني فانا لا ان شاء الله في ثياب لقدام، في شوزات، هلا عم شوف اكسسوارات صارت مثلا شيء للموبايل، شيء مو شرط للشنطه نفسها يعني صار في شيء ثاني اضافي البنات بيحبوا انه يعني يمسكوا شيء مميز لهم اكسسوارات يعني شيء. فلقدام ان شاء الله في اشياء جديده، هي الوقت بس عم ننحصر لانه كل شهر البازار وعم بيكون في شوي تواصي فما عم بقدر شوي توسع، بس لقدام مستقبلا لا ان شاء الله في. طب اليوم هذا التطوير ودائما لحتى تبتكري شيء جديد ومميز عن الاشياء الثانيه الموجوده بالسوق، اليوم بحاجه يمكن لمتابعه دائمه لحتى دائما يضل عندك أكيد. على شو بتعتمدي؟ ممكن تعتمدي على اشياء، على دورات تدريبيه دائما، او ممكن على اشياء من النت تستفيدي منها كبدائيات وانت ترجعي تحطي بصمتك فيها؟ هلا اكيد الواحد لازم يشوف ليتطور لياخذ افكار، يعني انت لازم تشوفي شغل غيرك ولازم هو هذا اللي بيعطيكي بيضوي عندك شيء، يعني انا ممكن تماما. من موديل سياره، من موديل، من شجره، من اي شيء بتشوفي ممكن يعطيكي شيء تقدري تطلعي منه بشيء، فضروري طبعا الواحد يشوف ويتنور وعلى طول يتابع الموضوع، يضل عنده اشياء جديده ما يوقف بنفس المكان. اكيد اكيد اكيد. خلينا نروح هيك قبل ما نختم اليوم، كل سيده بيكون عندها هيك بصمه خاصه فيها وخصوصا السيدات اللي بيشتغلوا بالتصميم اليدوي، شو الميزه اللي بتحسي انه انا عملتها بهذا المشروع؟ مين ما شاف شغلي بيعرف انه هذا شغلي انا، ما بيشبه غيري فيه. هلا هو كمادة خيش، هلا هو انشغل قش ما انشغل خيش، هي كمادة هي فيها تمييز، والقطع يعني وطريقة الديزاين والتقانة تبع الشنطة يعني عم تخليها ان شاء الله تكون مميزة. اليوم قد ايه ساعدك السوشيال ميديا بالتسويق لشغلك؟ يمكن موضوع التسويق صار اسهل على السوشيال ميديا طبعاً. واكيد حضرتك عندك صفحه خاصه لشغلك، اليوم قد ايه عم يساعدك هذا الموضوع؟ اكيد بيساعد، يعني بيساعدك تنتشري اكثر، بيصير عندك تنعرفي اكثر، فطبعا بيساعد كثير اكيد اكيد. يعني اليوم نحن سعيدين بوجودك معنا وبكل التفاصيل الحلوه اللي شاركتينا فيها. حضرتك من مشاركه حاليا ببازار مدام رنا الوان سوريه بالشيراتون ان شاء الله 15 و16 و17 الشهر. اكيد نقول للكل يزور ويشوف مو بس شغل حضرتك والسيدات الثانيات اللي عم بيكونوا من كل المحافظات السوريه وشغل مختلف وجميل. طب خليني احكي شوي على البازارات كمان. البازارات هيك بتقربك شوي من الناس لانه بشوفوا شغلك مو بس على الصفحه، لا صاروا عم بيشوفوه على ارض الواقع. قديش هيك بتحسي في فرق اليوم ضمن البازار؟ هلا اكيد في فرق كبير، يعني انا صراحه عرفت بالبازار، يعني انا كنت اعمل لحالي يعني انه قطع كذا للمقربين الاهل الاصدقاء، بس لما فتت على البازار لا عرفت اكثر، الاطراء اللي اسمعه كان كثير مهم لي ليشجعني اكثر. يعني في صبية قالت لي أنا برا ما شفت هيك، فهذا كتير حفزني وعطاني يعني دعم تماما، وحتى يعني صار في يعني طلبات خارجية الحمد أكيد لله. والجمال ما بيخبي حاله بالنهاية أكيد، يعني الفن هيك والتفاصيل الحلوة ما بتخبي حاله دائما. قديش إلك فيفيان بهذا المجال؟ هلا انا 3 شهور بالبازار بس انا يعني ما عم اقول لك يعني خريجه 3 فنون، انا بيتي كله بشتغله، انا البديرات المرايا، يعني انا بشتغل نيالهم على حالي على بناتي وبتعملي يعني لهم يعني انا بدنا نصبح كمان على بنت حضرتك معك عم تصورك بالكواليس نقول لها انت المسؤوله عن بدنا نصبح عليها ونقول لها يسعد صباحك. مبسوطين هن، شو ما بدهم شناتي، شو ما بدهم ماما ليش ما عملتي من هي، ماما بدنا من هي ماما. حاطة ببالك مشاريع ممكن تختاري مشروع توسعي فيه انه يكون لك خاص فيكي لبعدين؟ أكيد طبعا، يعني عم بقول لك لازم واحد ما يوقف عند حد، يعني لازم يكون لقدام في شيء ان شاء الله مهم باذن الله، يعني ان شاء الله اكيد بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله بنشوفك قريبا إن شاء الله. مع انجازات ثانيه وتوسيع اكثر للشغل، ودائما هيك كمان انا حبيت فكره لازم ما بعرف هلا
كمان هي عاملة شيء حلو هيك خاص فيها، أنه حاطة أحرف اسمها الأولى مثل ما بيقولوا هيك مثل بصمة خاصة. تمام، هي فن، هي فن خشب أنت عملتي. تمام، هي خشب. تمام، خشب. فتفاصيل دائما عند الأنسة مختلفة. تمام، لما تشتغل شيء فني بتأبدع فيه. شكرا لك ولوجودك المميز معنا اليوم. شكرا كثير، شكرا لكم ولاستضافتكم. أكيد كتير. شكرا لكم، نتمنى لك التوفيق ودائما نشوفك متألقة وبأعمال كثير جديدة. شكرا كثير، شكرا كثير، تفضلي. أما هلا يا سلمى لوين رح نروح؟ هلا وصلنا لختام صباحنا، مرق الصباح بسرعه ما حسينا فيه. ان شاء الله هيك مثل ما نحن حسيناه خفيف اليوم بين الضيوف وايضا المواد الممتعه اللي جهزت لناها زميلتنا هزار، يكون كمان ضيوفنا هيك وايضا مشاهدينا نكون حسونا هيك خفاف على قلوبهم. ان شاء الله يا رب. اكيد بقيه نهار حلو لك يا سلمى ولكل الكادر الفني اللي كان مرافقنا بالكنترول وبالاستديو. اكيد بنتمنى لكم بقيه نهار كثير حلو مثل ما بتحبوا وبرفقه الاشخاص اللي بتحبون وايضا مليء بالطاقه الايجابيه. صحيح يا ليلى، ودائما بنقول الطاقه الايجابيه ممكن كلمه حلوه، فما حدا يبخل بكلمه. صحيح. حلوه ممكن كلمه تعمل فرق. خلينا هيك نساعد بعض، يعني الحياه ما ناقصه تعقيد، خلينا نحن نبسط الامور قد ما بنقدر. واكيد بكره انتم مع حلقه خاصه بيست اوف لابرز المحطات خلال الاسبوع والسبت مع فريق اعداد جديد وصبايا ايضا من زميلاتنا. تضلوا بالف خير، باي باي.